مساكم الله بالخير. 15/1 للحين، تسجيل من HTC U11 بلس. حاليا نكتب مجموعة من المواضيع في الموقع، منها تحديث موضوع طريقة تخفيف ويندوز 10 اللي أضفت فيه ميزتين لويندوز 10 برو وويندوز 10 العادي. أضفت الطريقة القديمة اللي هي تعطيل السيرفيسز الخدمات بشكل إجباري من خلال عمل ديسيبل، تصلح بشكل بسيط من خلال ويندوز 10 برو. حاليا نعمل على تطبيقات قياس الأداء مواقعها ومصادرها، والموضوع اللي راح اسويه ليوم الغد اللي هو لابتوبات بمعالجات كوالكوم وروابط الحصول عليها. جاري تحديث مجموعة الدرايفرز الخاصة بي مع برامج السينك اللي هي تعتبر اكبر مجموعة بشهادة السيرفرات والتحميلات. اليوم راح احاول احمل لكم الخلفيات والنغمات المختصة ب HTC U11 بلس بعد وصول موافقة الايميل. وصل تحديث، نعم وصل تحديث لجهاز HTC U11 بلس. فاصل اكتب لي كم موضوع ونرجع ان شاء الله مساء او فجرا. مساكم الله بالخير. 17/1 التسجيل من جوجل بيكسل 2 اكسل. كان لي نقاش مع طالب يعني خريج IT. الفكرة ان اخذ واحد من الجداول اللي انا سويت، اخذ الجدول حسب ما قال لي نشال المصدر على اساس انه عمل الخاص فيه، واعطاه الدكتور، والدكتور علق على مجموعة من النقاط. هو بكل تأكيد ان انا ما اسمح بازالة المصدر، يعني العمل ياخذ مني ساعات وعشرات الساعات بعض مرات، وانت تاخذه عملك جدول اللي بعده. سبق وتحدثت أنا عن موضوع الدكتور فلان قال، والدكتور مع احترامي لكل الدكاترة، الدكتور اللي ما حدث نفسه شأنه شأن أي واحد بالشارع. يعني هذه العلوم سريعة جدا إذا الدكتور اللي درسك هذا مو محدث نفسه بشكل يومي سريع ومتابع ومقوي نفسه ويحضر دورات، فعلمه أنه خريج أمريكا في الثمانينات ولا خريج أمريكا بالتسعينات علمه ما له داعي، فلا ينفخ نفسه عليك بالكلاس أنه ما له داعي علمه. فالتعليق على بعض النقاط في الجدول، لأن الجدول موله الشخص هذا رجع يسألني وجاوب، أنا ما أدري أنه هو يجاوب ويأخذ إجابتي ويوديها للدكتورة. الأمور اللي تتعلق بالهاردوير اللي حددها الشركات اللي تطلق الهاردوير، مو الدكتور ولا علم الدكتور ولا اللي يدرسه في الكتب. الشركة تقدم تم إلغاء هذا المنفذ انتهى. أيضا أمر مهم جدا في موضوع IT، إذا كان الدكتور من عشاق أبل حط عليه X، هذا لا يفقه شيء في التقنية، X سريع. ليش؟ لأن هذا النوع مر عليه من قبل، هو لا يقرأ أي شيء إلا أخبار أبل، والحياة سريعة والتقنية مو عند أبل أصلاً، أبل عبارة عن واحد جامع. فلا تضيع وقتك، أي تقنية موجودة في الحياة راح يقول لك أبل، أي شيء موجود في الكوكب راح يقول لك أبل، أي شيء انصنع من العدم راح يقول لك أبل. في حل ممتاز، تعرف السدادة اللي موجودة في الطيارات يعطونها بعض مرات رجال الأعمال أو الرحلات الطويلة، سدادة أذن، أول ما يكلمك عن ماك ولا أبل ويقعد يسولف لك عن تاريخ ستيف جوبز وما أدري منو مات في الثمانينات، حط سدادات الأذن وعيش حياتك. وإذا حبيت إنه يبدع لك يعني تبي تقرب له كدكتور كذا، قول له دكتور يعني شنو رتنا، راح تنرفز عليك شوي إنك متخلف، هي أصلاً تقنية متخلف بس راح تنرفز عليك. هذا إذا كانت تقنية أصلاً، يعني إذا كانت قول له راح يكلمك عن تاريخ ستيف جوبز في القرون الوسطى وما أدري منو مات في القرن 17. أنت الحين راح تبعد عن كونك طالب يبحث عن العلم أو المعلومة أو يطلب العلم إلى دكتور يدافع عن شركة. فلا تناقشه، يعني مو من باب النصيحة، من باب التجربة لا تناقشه. سدادات الإذن يعني شنو ريتني يسولف، حط سدادات هز لراسك، واستخدمنا الكلمات اللي تدغدغه، لولا وجود هنش قلنا هو منو المقبور، هو لولا وجود المقبور ما في تقنية، وإذا عندك كم فلس اشتر ماك حط عليه ويندوز. طبعا اذا جاك الدكتور على طول سو شفت على ماك، شنو راح تكون قريب منه، طبعا لازم هذه تكون منوره. بعد ما تدرس المنهج المشوه عند هالدكاتره اللي بعضهم معاقين نفسيا، بعدين تفر العالم وتشوف التقنيات في الكوكب، تعرف انك في ضلاله. هذه عن خاطري يعني بعد 4 سنين من تخرجك، لان الدكتور عنده صلاحيه يوقف شهادتك كذا. بعد 4 سنين من تخرجك، بعد ما تفر العالم الاربع سنين، ارجع لدكتورك ولا خلاص خلص لا ترجع له.
يعني لو كنت مكانك ورجعت له مشكلة، ما لا ترجع، لا ترجع له، خله في، دعهم في غيهم يعمهون. فاصل اكمل لكم تقرير اللابتوب يا جماعه. انا كتبت التقرير اكتشفت انه ثقيل دم، فحذفت كثير من الامور، خففت المصطلحات. يعني انا ابي المستخدم العادي لما يروح السوق يشتري لابتوب حسب المواصفات، فقاعد اخفف منه بعض النقاط. فاصل وراجع باذن الله. بدا من جديد، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا عوذ بالله من ابل وتوكلنا. خلصنا بفضل الله تعالى وحمده 35 ساعه من العمل على موضوع كيف تختار لابتوب سنه 2018. في بعض الامور انا ما رفعتها لضيق الوقت يعني، لكن راح ارجع ارفع جداول وبعض الصور، راح اسوي ابديت حق الموضوع خلال اليوم. يعني من هالمواضيع هذه اللي هي انواع مداخل الذاكره، لان الموضوع حيل معقد وثقيل دم، بس انا حطيت الاهم 2018، راح ارجع بعدين اشرح لك من الصفر. ومن الامور الجاهزه اللي ما رفعتها اللي هي انواع الرام اوفر كلوكت على معالجات الجيل الثامن. الجيل الثامن عندي انا i5 i7 في انتظار نوع من الرام 3000، اذا كان متواجد عندي راح احط لكم التجربه، لان كل اللي شفته انت بالكامل واي موضوع في الموقع هو عن تجربه شخصيه. ايضا اتمنى منك انك تقرا عن تقنيه الاي اكس، يعني شبكات الواي فاي اي بي جي ان اي سي دول باند بعدين اي اكس، اقرا عن هذا. في بعد مواضيع اللي هو السيلز للبطاريات ما خلصته للحين، يعني احتاج شويه وقت عشان اسوي ابديت على الموضوع. عموما اتمنى ان هذا الموضوع تطلع منه لو بفائده واحده كافي بالنسبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.